ننتقل للدوري الإسباني وموعد العودة هتكون يوم 11 يونيو. أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بشكل رسمي في 4 مايو اللي فات إن عودة الأندية في الليجا للتدريبات هتكون بشكل رسمي إن شاء الله وبصورة متقطعة، ولكن بصورة متقطعة. وقالت كمان الليجا في بيانها إنها وافقت على عودة التدريبات مع اتخاذ جميع التدابير الصحية والوقائية المنصوص عليها واللي أصدرتها طبعاً منظمة الصحة للوقاية من فيروس كورونا. الفريق أو فريق برشلونة تحديداً، الكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده، قلنا إن هم طبعاً استاؤوا من موعد عودة منافسات الليجا واللي شايفينها ان هي مبكرة جدا. على حد وصف النادي الكتالوني قالوا ان هي بدري جدا مع ظل الأوضاع وظل الأمور والتدهور، ولكن الجميع شايف ان الحالة لازم ترجع لأمورها الطبيعية. الدوري الإيطالي موعد العودة بتاعته ان شاء الله هتكون يوم 20 يونيو وافقت اللجنة الفنية العلمية اللي بتساعد الحكومة الإيطالية في إدارة الأزمة الخاصة بفيروس كورونا يوم الاثنين اللي فات على عودة الفرق للتدريبات. هتكون بداية أو التدريبات بالفعل بدأت من يوم 18 مايو، والأندية اعترضت على بروتوكول عودة مسابقة الدوري في الموعد المحدد. يعني الدوري الإيطالي أيضا في بعض الاعتراضات، برشلونة في الدوري الإسباني وفي إيطاليا بعض الأندية معترضة. الدوري الألماني بالفعل بدأ يتلعب، استأنف الدوري الألماني مسابقته يوم 16 مايو اللي فات، يكون الأول من بين الدوريات الأوروبية الكبرى اللي بيعود بعد طبعا وقت طويل جدا من التوقف. عادت المسابقة مع الحفاظ أيضا على التباعد الاجتماعي وإقامة المباريات دون جماهير لأول مرة في تاريخه. يبقى الدوري الألماني اتلعب منه جولتين ولسه مكملين فيه، ولكن بقية الدوريات لسه هتبتدي. الدوري الفرنسي، يروح للدوري الفرنسي، و30 إبريل الماضي أعلنت فرنسا إلغاء مسابقة الدوري نهائيا الموسم ده بسبب تفشي فيروس كورونا، ومنح اللقب لباريس سان جيرمان هيكون أو بقى بالفعل بطل موسم 2019-2020. طبعا هو اللي كان متصدر الجدول ومنح ليه اللقب للسبب ده.